الآن راح نتعرف يعني بتفاصيل أكثر مع السيد المدير العام اللواء كاظم. إذا ممكن بداية نريد نعرف الحادث، أكو أسباب تعرفتوا لها؟ شنو أسباب الحادث وكم أعداد الذين تم إنقاذهم وأيضا المتبقي؟ الأسباب غير معروفة إلى الآن. البناية مكونة من 4 طوابق مخصصة كعيادات طبية ومختبرات، انهارت بشكل مفاجئ وبشكل كامل في لحظة واحدة. انهار المبنى أو 80% من المبنى بشكل مفاجئ ودون انذار بحسب الشهود العيان اللي كانوا موجودين بمحل حادث. الأعداد لم نملك على وجه الدقة كم عدد الأشخاص اللي كانوا موجودين لحظة انهيار البناية، لكن بحسب المعلومات اللي جمعناها أيضا على الأرجح هناك 3 إلى 4 أشخاص ما زال مصيرهم مشهود تحت الأنقاض. فرق الدفاع المدني نجحت والحمد لله في إنقاذ 13 شخص جميعهم أحياء مصابين بإصابات مختلفة ليس بينها ما يرقى إلى الخطر جدا، لكن الحمد لله تم إنقاذهم وقسم منهم عولج وأخرج من المستشفى وقسم آخر ما زال تحت العناية الطبية. نعمل بكل هذا الجهد اللي أمامكم لمحاولة الوصول إلى الأشخاص 3 أو 4 اللي نتوقع بقائهم. العملية ليست سهلة، كتل كونكريتية هائلة 12 متر من الأنقاض 4 طوابق تراكمت بعضها على البعض، فنحاول أن نجد منفذ. اشتغلنا من محورين والآن نحاول إيجاد محور ثالث من الأمام ونسأل الله أن يوفقنا. سيادة اللواء، إذا ممكن يعني فرق الدفاع المدني دائما تقوم بمسح بعض المناطق وخصوصا مراكز مثل هذا المركز، مؤكدا أنها قامت بمسح المنطقة، يعني هل وجدت سابقا ما يشير إلى سقوط هذه البناية أم ربما تعرضت لحادث؟ الدفاع المدني تزور هذه البنايات وكل ما هو موجود من أنشطة على الأرض لتدقيق مستلزمات السلامة والأمان وليس لتدقيق أسس البناء أو الركائز أو غيرها. لذلك الجهات المعنية هي من تسأل هذا السؤال. الأسباب مثل ما قلت لحضرتك الآن فتح تحقيق، والسيد المحافظ محافظ بغداد أيضا كان موجود الآن، السيد وزير الداخلية السيد نائب القادر عن المشتركة على اتصال مباشر معنا منذ بدء الحادث وإلى الآن. هناك تحقيق على المستوى، سيقوم المختصين بدراسة أسباب هذا الانهيار وبالتأكيد سيعلن عنه. شكرا